حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة تحرمني منك ليه يا بنات؟ بكرة بكرة الفلوس هتبقى معايا وهسفرك بره واعمل لك العملية وترجع أحسن من الأول. أيوه يا جبر. أيوه يا مدير. اعمل اللي هقولك عليه. الطلبية تخلص بكرة. بكرة يا جبر فاهم؟ طب هنعمل إيه مع المدام يا مدير؟ خايف بس تركب دماغي وتبلغ وانت عارف صاحبنا ما هيصدق انا بصراحه رايد عنك بالتيله يا قاتل يا مقتول مش عارف الراجل ده بيفكر ازاي بس Thank you.
مالك يا ماما؟ زيزي انا عرفت مكان اخوكي فين، عرفت مكان اخوكي. انت كنتي بتحلمي ولا ايه؟ خليل الواطي مخبيه لفه في سجاده، انا لازم اخليه يقرب مكانه، لازم اريح اخوكي وادفنه جنب ابوه. سجادة ايه يا ماما بس اللي هتسألي خليل عليها؟ عين امك يا حبيبي، والله العظيم شفته، شفته ملفوف جوه السجادة يا سيسي. يا ماما قلتلك قبل كده احلامك دي مراية لافكارك، تلاقيكي بس حلمتي بخليل علشان كنتي معاه امبارح بالليل، لا اكتر ولا اقل. وانت عرفتي منين ان انا كنت معاه امبارح بالليل؟ باش مهندس بتاعك بتاعي ماشيين ورايا بتراقبيني يا هانم؟ يبقى شكل عبدالله كده كان كلامه صح. انت دخلتي هنا ازاي؟ انا من زمان معايا مفتاح للبيت، لما خبطت عليكي ما فتحتيش قلقت وفتحت ودخلت، وبعدين ما تهربيش من سؤالي وردي عليا. سؤال ايه اللي اهرب منه؟ ما سيبيني في حالي بقى، كفايه اللي فيا. لا مش هسيبك، ولازم افهم دلوقتي حالا ناقصك ايه يا ماما عشان تتجري في حاجه زي دي؟ ها؟ ده انت ما كنتيش بترضي تعملي اي مخالفه صغيره من المصانع كتير قوي كانوا بيعملوها وشايفينها انها عادي. مش هو ده اسم بابا اللي عايزه تحافظي عليه وتخليه نظيف؟ مش هو ده الحلم اللي ابويا حلمه وانت عايشه طول عمرك علشان تحافظي عليه؟ ليه يا ماما عملتي كده؟ ناقصك فلوس؟ مش انا ارتحتي؟ يبقى فارس صح؟ انت تستهبلي يا بت، انت جايه من اول وعارفه ان هو فارس، انت بس عايزه تبكتيني، عايزه تفهميني ان انا ما عرفتش اربي. انا ما عرفتش اربي يا زيزي، خلاص استريحتي؟ يا ماما انا ما كانش قصدي. يا علي الحقوني يا ناس، علي دوني يا ناس، علي ابني الحقوني يا ناس. خدي علي، طيب خدي يا ولا، يا ولا قوم يا ولا، قوم يا ولا، يا ولا رد على امك الحقني عبد الله. ايه ده شايله عشان يحصل ابويا على الفرش؟ لقيته طب ساكت ومتشنج. طيب هو ماله بيشتكي من حاجه اصلا؟ في ايه؟ الولا يا اختي الولا، بصي متنفذي ازاي؟ يا بنتي شيله، شيله يا عبد الله، يلا شيله على المستشفى، يلا احكي لحبايبتي بسرعه على دار المنى. ها؟ حاضر. عارف العنوان بتاعها؟ اه. واحنا وراها. عارف. انا معاك. زيزي معاكي فلوس؟ لا معايا فيزا. طب اطلعي جيبي لي شنطتك. طب انتي مش هتشوفي. يلا يا جاب شاهد شويه يا جاب. بقول لك ايه؟ فين العمال؟ على وصول يا مدير، بس يعني عايز افهم بس واحد. ايه؟ ادخل بقى دور المكن على ما يجوا. ايوه انت فهمني. طب يا مدير ازاي ادور المكن ولما تيجي المدام دلوقتي وتطب علينا ولا تبلغ زي ما قالت امبارح؟ ده بيخيل عليك كلام التهويش بتاعها ده. لا ده هي تبلغ على ابوها ولا ان المصنع يضيع من ايديها. يلا 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 شغل المكن، بلاش كلام فاضي. يلا انا جاي وراك على طول. ماشي يا مدير. يلا. طب بس هبلغ خلاص. يلا ساعة عم روح صلح البتاع الخونة دي. صباح الفل لك يا عمادة منشية. عمادة. أيوة مين بيد؟ عمادة فين؟ وما بيردش على التليفون ليه؟ ورد الوردوش، وردوش الورد عسل. اطلع لي عايزة. طب خش طه. لا خلينا على هواي اطلع. مشوقك يا صاحبي، استنى جاي لك. تقول لي رماك علينا على الصبح كده، في حاجه حصلت ولا ايه؟ الصبح ايه يا عم؟ فوق الاول احنا بين الظهر. راحت عليا نوم معلش. انت ليه كنت اوفر دوز؟ على العموم يابا الحال ده ما يرضيش ربنا. ايه اللون ده؟ وجاي شدت حيلك علينا ليه على الصبح كده؟ يا عم ولا شدت حيلي ولا شدت حيلك، انا جاي اقول لك نفضها سيره صاحب وكل حاجه يروح لحال سبيل. لا 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 قصه كده فيها ان عمان. طب اسبقنا عمان هاخد استباحتي وحصلك. يا عم ولا فيها استباحه ولا فوقان، زي ما بقول لك كده هما كلمتين ورد غطاب.
زي ما فضينا الجوازه بالمعروف هنفض الشراكه دي بالمعروف، وقدر ما دخلك شر. لا كده الشر ركب ودرد رجليه عمال بالكلام اللي انت بتحكي فيه ده هو. طب اقول لك على حاجه حماده؟ قول يا عمال. من باب وتلت يابا انا جالي لقمه عيش في حته تانية. خلصانه؟ اه قول كده يا عمال. طب اللقمه تخلي لها حسب عليها مين بقى ان شاء الله؟ لا يابا دي لقمه صايصه ملهاش عازه، ما تلزمنيش. انا لو منك هنط في كرش اجيب اللي قفشه مني وخلصت على كده. ماشي الحال يا عمال. اسبقني انا نصايح هحصلك دلوقتي. اسبقني على الورشه وانا يا عم همشيك مرضي من الورشه يا عم. اتكل على الله يا عمال. اتكل على الله يا عم، اخوك محصور يا عم، انت في ايه؟ جاي لك وربنا. طب ما تعوقش. ماشي يا عمال. عيني عليك يا ابني، كان مستخبي لك فين يا ضنايا؟ المره دي جينا انا يا ابني ويبعد عنك يا رب. وبعد هلك بقى يا ام علي، يا رب ما انت شايفاه بيفوق ويغيب ازاي؟ تحسك لا يتسرع. دكتور انا مش فاهم حاجه، يعني الاشعه طلع فيها ايه؟ ومحطوط على جهاز تنفس ليه؟ للاسف مش هخبي عليك، الاشعه ظهر فيها ورم في المخ. يا نهار اسود، ورم؟ ايوه، وللاسف ضاغط على مركز التنفس. طب الحل ايه؟ شايف نعمل له عمليه ولا كيماوي ولا ايه؟ لازم عمليه وفي اسرع وقت، لكن مش هضحك عليكم، الورم منتشر جدا ولازم يلتزم بعلاج بعد العمليه. وهستاذنكم دلوقتي عشان نجهزه بعد. انا السبب، انا اللي كان لازم اجيبه هنا اول ما اشتكى، مش هروح اجيب له نضاره. انت عملت اللي عليك يا عبد الله، ما تحملش نفسك ذنب من ذنبك. زيزي عملت ايه؟ خلصت الحسابات؟ كل حاجه تمام الحمد لله. لازمتها ايه بس مستشفى غاليه زي دي؟ كان ماله بس القصر العيني؟ ما تقلقش انا هتكفل بالموضوع كله. جميلك فوق راسي، بس انا ما اسمحش لاي مخلوق انه يتكفل بابني غيري انا. نطمن على الواد الاول بعدين يبقى نتكلم في الموضوع ده. لا مالوش لازمه الكلام ده. ايوه ده ابني انا. ما تبس بقى. ابنك ايه؟ ابنك ما كنتش طلعته من المدرسه عشان يشيل زباله الهانم؟ الزباله اللي بتاخديها من المستشفيات وترجعيها في ابدان الناس عادي. بتدوري المرض زي ما بتدوري البلاستيك بتاعك عادي برضه. وادي النتيجه ايه؟ انا يا عبد الله؟ اه انت واي حد عايز يكسب اي فلوس من ورا علي واللي زيه. رايح فين يا عبد الله؟ رايح اعمل اللي المفروض كنت اعمله من زمان. يلا يا اخوانا، يلا سهلوا شويه، يلا ما عندناش وقت. انت يا ابني بلاش لكاعه. يا حماده، تصدق كنت هتصل بيك حالا دلوقتي. انا عايزك تيجي تاخد جزء من الطلبيه. ماشي، فلوسك جاهزه؟ طيب ميعادنا بقى بعد العشاء، ما تتاخرش. من شيء عمره ما اتاخر يا خلة. اه بس على الله تقص انت المره دي. يلا سلام. فين السم الهاري؟ جاي اهو. هتاخدي بالك يا بت، خدي تعال. خلاص روحي تعال اقعدي اقعدي. نعم. ايه التكشيمه دي؟ مالك في ايه؟ ما هو كلها شهر ولا اتنين وابنها يجي لها، عايزه يعني تبقى ازاي؟ تبقى ازاي؟ تفرح، ترعى زغروطه، تفرش الارض رمل. احنا اللي اتجرسنا، احنا بتفرشينا الملايه كل يوم بعد ما نشرت غسلنا الوسخ واللي ما اشترى اتفرج علينا. في حد اتعرض لك يا بت؟ عليا الحرام ما ابقى راجل اما فلكته. راجل صلاه النبي على الرجاله قوي. يعني انا غلطان اللي انا بلم لحمي؟ ما انت يا اخويا كنت عايز تقطعه بسكنه المطبخ. كان الساعه الشيطان. انا دلوقتي شغال في عمليه مكسبها 1000%، يعني معبال لما اتحكم في القضيه نكون فوتنا المطرح ورحنا مطرح تاني وعشنا ملوك ملوك بورث الواد من ابوه. غلطان انا؟ ما حدش غلطان في البيت ده غيري، ما حدش خد قيمتي في تربيه عيالي، كانت كل قرف. you
طيب وأمجد أخباره إيه؟ رجالتنا بيدوروا عند خالف اسكندرية. تمام يا باشا، في واحد اسمه عبد الله عاوز يقابل حضرتك. هات. سلام عليكم. تعالى يا عبد الله اتفضل. تعالى. إيه؟ خير يا عبد الله؟ حضرتك أنا جاي أقدم بلاغ عن المخالفات بتحصل في المصنع بتاع مدام مشيرة. ومعايا الدليل من كاميرات المراقبة. مخالفات؟ لا، واحدة واحدة كده بقى واحكي لي بالتفصيل. حضرتك أنا كان ممكن أروح للاسم اللي تابع ليه المصنع يعني، بس أنا قلت إن حضرتك مهتم وهتتحرك أسرع. وبصراحة أنا خايف يبيعوا البلاستيك ده في أي وقت. أنت قصدك النفايات الطبية؟ يا ابن الكال. يا جبر يا ابن الكال. دي حلال وربنا. لسه انا كنت هشيلك دلوقتي. محمد عدى عليا وحاسبني وكله في التمام. حاسبك؟ حاسبك ازاي؟ امال فين لص عماية ضلة؟ من ساعة ما راح لك ما رجعش يا ريس. سلام انا بقى. ما رجعش سلامة. ما رجعش. ما قالكش راح فين ولا؟ لا ما قاليش. الو، بقول لك يا صاحبي، هو عماد عدى عليك النهارده؟ لسه ماشي من عندي، مفيش دقيقه حتى حاسبني على الشغل. مش برضك اجي احمله على العصريه؟ يا ابن الكلب عليا الحرام ما حسيبك. لو تفهميني بس عايزه تروحي المصنع تعملي ايه؟ هتوديني المصنع ولا انزل اخد تاكسي؟ طبعا هوديكي. وهتمشي؟ استناكي بره. ماشي يا عزيزي. المكنه دي عطلانه ليه؟ مش عايز اشوف مكنه ما بتشتغلش. امرك يا ريس. علاء خد تعالى. ريحتك فاحت قوي يا خليل. اول مره اشوف في عينيك الكره بالشكل ده. الكره ده انت اللي زرعتيه يا مشير. اتغيرت قوي يا خليل. لما الموت يسكن عيالنا لازم نتغير. طلبت مني ما كنتش اتأخرت. لو كنت حسيتي ما كنتش اتأخرتي، بس اللي حصل ان انت اتأخرتي، اتأخرتي قوي. احنا فيها يا خليل. خد المصنع. اعمل ما بدلك فيه. بس اديني ابني. ابنك؟ وانا ايه خصني بموضوع ابنك؟ ادهوني يا خليل. عايزه ادفنه جنب ابوه. عايزه الم جدة ابني. يمكن يرتاح. يشوف الراحة اللي عمره ما شافها في الدنيا. ايه ده؟ ابني فين؟ ابني فين يا خليل؟ قد ضب، انت عملتيها وبلغتي؟ ابني فين؟ قول لي. فتشوا المكاتب. واضح ان دي كمان كنت عارفاها يا مدام. بس معلش للاسف المرة دي مش هقدر اعمل لك حاجة. اسألوا عن فارس. اسألوا عن ابني. انا ماليش دعوة بموضوع ابنها. يا خليل بس تذكرة دخول السخنة للتاريخ الحادثة اللي احنا لقيناها في عربيتك ليه كلام تاني. يا ترى بقى كنت عارفاها دي كمان ولا مش عارفاها يا مدام؟ تقوم على البوكس. ابني فين يا خليل؟ قولي له. ابني فين؟ انا مش عارف ابنك. انا ما عملتش حاجه. انا ما سافرتش. انا ما روحتش اي حته. قولي لهم يا مشيره. اتفضل. ما شفتش عماد هنا ولا هنا؟ ايه ده ما شفتوش. بس انت لو عايز نقلب لك الدنيا عليها وطيها انا اجيب لك عماد من تحت قطيع الارض. عماد قلبني وخلع فضل. قلبني وخلع. سحب كل فلوس من عند التجار وسابني على الحميد المجيد. كله منك انت. من يوم شرطك المهببه والمصاب بتجري ورايا بالمشوار. روق يا صاحبي. روق. ده انت بكره العز هيجري وراك لما تتلايم على فلوس الواد وابوه.
بس انت بقى افتكرنا. لا والله، ولغايه لما المحكمه تحكم لنا اكل بيت وامها منين؟ من البيت وامها برضه. امال هي الستات فايدتها ايه لو ما كانتش تقف جنب رجالتها في وقت الزنقه؟ انا برضه لو اعيك يا صاحبي، ما انت قاري الفوله ماشيه ازاي؟ قاري الفوله؟ والله العظيم، والله العظيم ثلاثة ما عندي علم بالتذكرة دي، وأنا ما هوبتش ناحية السخنة دي من سنين. يبقى أنا بقى اللي روحت ليلتها. الله أعلم. أنت هتستعبط؟ بص يا خليل، أنت راجل كبير ومش حامل بهدلة، وأنا عندي طرق تخليك تقول كل اللي أنا عايزه، بس خليها تيجي منك أنت أحسن. وليك عليا بقى يا سيدي، هقول إن أنت مسلم نفسك. ودت الجثة فين بقى؟ برنس الأيام. إيه؟ خدوه إمتى؟ طب والخرز بتاعي فين؟ اتحرز؟ اتحرز إزاي؟ سلام عليك يا حبيبي، محدش شر عنك ان شاء الله. انا حط ده تحت لسانك. يلا شطوره. وريني كده، لو سبتي حرارتك عاليه قوي. استنى هفتح الباب. الدواء اهو، اطمنيني الحراره نزلت شويه. الحمد لله، كتر خيرك تعبتك معايا. لا تعب ايه، ده تعب فارس راحه، ده ابني ربنا يطمنك عليه وترجعي لنا بقى بالف سلامه. ارجع لايه بس يا عم خليل؟ ما انت شايف اهو، بقالنا سنتين مش عارفين نتحصل على شغل عدل. انا لو كنت اعرف ان الزبالين حاطين ايديهم على كل مناطق الزباله وان احنا مش هنعرف نتحصل عليها بسهوله، والله العظيم ما كنت خليتك سبت شغلك ابدا. يا ستي، يعني انا فضت الوزاره ولا الشاي والقهوه في الحي هينقصوا بعد غياب الساعي قليل؟ قول يا باسط وهو هيفرجها. بس برضه شغل الحكومه امان، في معاش وتامينات، وانت دلوقتي خلاص ما بقتش بطولك. ربنا يخلي لك منعم اللي جالك بعد صبر، هتامن مستقبله ازاي ده؟ يا ستي، مستقبل منعم ومستقبل فارس ومستقبل زيزي اتأمنوا خلاص. ازاي يا عم خليل؟ اليومين اللي فاتوا دول كنت بحرجم على واحد من اصحاب الكومودات الجديده اللي بتتبني في الصحراء، وقدرت اوصل له. مش فاضل غير انت بس تروحي تخلصي معاه، وزبالته كلها هتبقى بتاعتنا. وانت بتتكلم جد؟ ينفع يعني؟ اه، مش انا قلت لك ربنا هيفرجها؟ والله يا بكره ايديك توجعك من كتر عد الفلوس. صدق وتؤمن بالله. لا اله الا الله. انا بقالي 3-4 ايام فكره كده عماله تخطر على بالي. عارف المولات اللي بتتبني جديد؟ في حته مول في الزمالك اسمه اليماما سنتر. عارف لو عرفنا نتحصل على الزباله بتاعته هناكل الشهد. اه اهو كده، شفتي بقى؟ اما دماغك بتصحصح بتطلع الماس. ربنا يخليك ليا يا عم خليل، من غيرك والله العظيم ما اعرف اعمل اي حاجه. تشرب شاي؟ لا لا لا، خليك انت جنب فارس، انا مستعجل. سلام عليكم. لما تقعد معايا شويه. لا يلا بس، ربنا يطمنك عليه. مدام بشيرة، في ايه؟ طمنيني. هما شمعوا لكم المصنع ليه؟ تهمينكم في ايه؟ انا سيزي، هو ايه اللي حصل بالظبط؟ خليل، في ايه يا خليل؟ يا مان، اللي جابكوا هنا؟ خد امك وروح. اروح واسيبك ازاي؟
بابا انا هجيب لك محامي ما تقلقش. انت ما عملتش حاجه مش كده؟ بابا رد عليا انت ما عملتش حاجه. سامحني يا منى، سامحني يا ابني، انا اللي عملته ده كان غرضي يعني اني اصلح لك حالك، اني اساعدك. امشي يا منى، امشي وشوف حياتك بعيد عني يا ابني. سامحني يا منى، سامحني يا ابني، سامحني. ما اعرفش حاجه غير ان ابني موجود عنده. ده مثير. كفايه الغاز بقى، يا ريت نقول كلام معقول. عرفت منين ان هو اللي قتله؟ ما هو انت يا اما شفتي حاجه يا اما سمعتي حاجه. ولا ده ولا ده. انا شفت ابني ملفوف في سجاده. طب وشفتي الكلام ده فين؟ نادر باشا، هات لنا الاخباريه دي. عمال مساح الايمن جنب طريق السخنه. ايه؟ ملفوف في سجاده؟ حقا قديمة خلاص وهدت نسي كالعادة.